يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه السادس بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر. وأوضح المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أنه من المقرر أن يستكمل المجلس في اجتماعه اختيار المقررين والمقررين المساعدين للجان الفرعية، وكذلك البت في اقتراحات مقدمة من أعضاء بالمجلس وأطراف بالحوار بإعادة تقسيم بعض هذه اللجان، وإعمالا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار. فسوف يصدر مجلس الأمناء فور انتهاء اجتماعه بيانا يرسل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص موضوع اجتماعه وفعاليات الحوار الوطني على وجه العموم.